يعتبر الإرشاد والتدريب مكونا محوريا يتكامل مع باقي المكونات في إنجاز وتحقيق أهداف مشروع الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات، والتي تتمثل في تطبيق الطرق المستدامة للإدارة المتكاملة للمحاصيل وآفاتها بمحافظة الفيوم، كذلك رفع المستوى المعيشي للمزارعين والمزارعات وتمكينهم من الحصول على منتجات زراعية عالية الكم والجودة صالحة للتصدير في بيئة آمنة، وما يدع ذلك من إجراءات لتقليل التلوث البيئي الناتج عن استخدام الكيماويات والمبيدات والحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى البيئة من التلوث. كما يتجه المشروع وفي إطار مكون الإرشاد والتدريب إلى إحداث التنمية الشاملة والمستدامة من خلال المدارس الحقلية المنتشرة في أنحاء المحافظة، والربط الكامل بين المشروع والمنظمات الحكومية والأهلية في مختلف مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والصحية، علاوة على المشاركة في محو الأمية وربط أعضاء المدارس الحقلية بالجهات الممولة للمشروعات التنموية الصغيرة. هذا بالإضافة إلى زيادة توعية الفئات المستهدفة بالحقوق والواجبات القانونية والسياسية تحقيقا لمجتمع الديمقراطية. وتعتبر المدارس الحقلية للمزارعين والمزارعات في محافظة الفيوم قصة نجاح لفريق عمل كبير من القيادات الزراعية وكذلك الميسرين والميسرات، يساندهم جهاز إداري معاون على مستوى عال من الخبرة والكفاءة. وقد أشاد بهذه النجاحات كثيرون من الخبراء الدوليين الذين زاروا المدارس الحقلية، علاوة على كبار الزوار المصريين الذين ساهموا في نجاح هذه المدارس من خلال زياراتهم لها وتشجيع العاملين فيها. وتميزت الفيوم بهذا النوع من المدارس غير الرسمية، فقد كانت البداية للمدارس الحقلية في عام 1999 بثلاث مدارس فقط، مدرستان للمزارعين ومدرسة واحدة للمزارعات، وكان عدد المهندسين والمهندسات المشاركين في هذه المدارس 8 فقط. وفي عام 2005 وصل عدد هذه المدارس إلى 1480 مدرسة حقلية، أشرف على تنفيذها 244 ميسرا وميسرة، وحضرها 43,195 مزارعا ومزارعة، منها 929 مدرسة لمزارعي المحاصيل الحقلية والخضر و290 مدرسة للمزارعات.
ثم 261 مدرسة لمزارع الفاكهة. والمدرسة الحقلية أسلوب إرشادي وتدريبي يقوم على منهج مشاركة كل من المرشد والباحث للمزارعين في حقولهم مباشرة في تدارس مشاكلهم الزراعية. ويتميز المنهج الإرشادي للمدرسة الحقلية بالدمج بين المعارف المتخصصة في العملية الإنتاجية الزراعية والنواحي ذات الصلة بالتنمية الريفية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وأعضاء المدرسة الحقلية هم مجموعة من المزارعين تتجاور حقولهم ويهتمون بزراعة نفس المحاصيل، وعددهم 25 مزارعا. ويتولى تيسير وإدارة العملية التعليمية مهندس زراعي على درجة عالية من التدريب والخبرة العملية ويسمى بالميسر. وللمدرسة الحقلية مقرر دراسي موزع على 12 شهرا هي المدة الزمنية للمدرسة، ويتزامن مع المواسم الزراعية ونوعيات المحاصيل في منطقة عمل المدرسة. ونظرا للطبيعة الخاصة لزراعات الفاكهة، فإن المدرسة الحقلية لمزارع الفاكهة لها طبيعة خاصة، فعدد أعضائها 15 عضوا فقط، واللقاء الدوري بالمدرسة كل شهر على مدى عامين كاملين. وللمدرسة الحقلية مقر ثابت يتوسط حقول المزارعين المشاركين في المدرسة، تعقد فيه المدرسة مرة أسبوعيا لمدة عام زراعي. ويتميز هذا المقر بالبساطة وسهولة الإعداد والتجهيز، سواء تحت ظل شجرة أو أسفل تعريشة يتم تجهيزها بواسطة المزارعين أنفسهم مستخدمين خامات البيئة المتاحة مثل بوص الذرة وجريد النخيل وقوائم أفرع الأشجار. ويجاور هذا الموقع حقل تعليمي يخص أحد الأعضاء من مزارعي المدرسة، يتدرب فيه أعضاء المدرسة تحت إشراف الميسر المرافق لهم على تطبيق تحليل النظام البيئي الحقلي بصفة دورية. وللمدرسة الحقلية برنامج منظم أثناء اللقاء الدوري يستمر طول فترة انعقاد المدرسة، والتي تستمر لمدة من 3 إلى 4 ساعات في المرة الواحدة. ونظرا لأهمية تعزيز دور المرأة في المجتمع الريفي وأهمية دمج قضاياها كعنصر أساسي في أنشطة المشروع، فقد تم تضمين ذلك المقرر الدراسي في مقررات المدارس الحقلية للسيدات. وفي استعراض ليوم تعليمي في مدارس السيدات يبدأ اليوم بالافتتاح والترحيب بالأعضاء، ثم يتم أخذ الحضور والغياب، ثم تبدأ عمليات التحليل البيئي، ويتم فيها تقسيم عضوات المدرسة إلى 3 مجموعات، ولكل مجموعة قائدة أو مسؤولة من المزارعات المتعلمات. وتتم عمليات التحليل البيئي تحت إشراف الميسرة في الحقل التعليمي. بعد ذلك تعود المجموعات الثلاث إلى مقر المدرسة لمناقشة مشاهداتهم الحقلية.